احنا رافضين القرار والقرار ده مسيس. وتاني حاجه هو مش حكم بحظر 6 ابريل, هو قرار توصيه للرئيس باتخاذ قرار بحظر 6 ابريل, والرئيس طبقا للقانون والدستور مش من حقه يحظر 6 ابريل الا عن طريق المحكمه الاداريه. هو قالوا الاسم, ما فيش حاجه اسمها يعني, هو ما قالش لا جابها ولا احمد ماهر, هو قال 6 ابريل. ف 6 ابريل تشمل الاثنين في الاخر, تشمل التشويه بيشمل الاثنين. واحنا في الاخر في وقفه بكره الساعه 5 قدام نقابه الصحفيين رافضا لهذا الحكم, وبنقول انه المؤسسه القضائيه اثبتت بالفعل ان هي بقت جهه سياسيه وليست جهه قضائيه. هو احنا داخلين على الانتخابات, وانه 6 ابريل بجبهتيها والاشتراكيين الثوريين وشباب من اجل العداله والحريه بقى شوكه في زور النظام الحالي وزور القياده العسكريه, فلابد ان يتم تشويههم واقصائهم من الحياه السياسيه المرحله القادمه عشان يجي السيسه على النظافه, وده احنا مش هنسمح بيه. تأثير هذا القرار على الحركة والشباب انه كان في كتير من الشباب جمدوا نشاطهم واستقالوا من الحركة, رجعوا للحركة تانية للحركة مرة تانية, وفي ناس تانية كانت ضد الحركة تضامنت مع الحركة بشكل كبير. يعني انت لو في هاشتاج على الفيس وعلى تويتر ضمهم حوالي 10,000 واحد بيقولوا احنا 6 ابريل متضامنين. فالقرار ده طبقا للبيان العسكري 69 خلى 6 ابريل رجعت للشارع مره تانية, وخلت الشارع المؤيد حتى للسيسي يتعاطف مع 6 ابريل ضد هذا القرار.